الموقع الذي ستجدون رابطه أسفل الفيديو. كما تلاحظون هذا هو الموقع الروسي. الموقع يشتغل منذ يعني أكثر من 3 سنوات، لكنه قام مؤخرا ب يعني وقف الدفعات يعني السحب، لأنه قام يعني بتحديد من خلال الموقع وطريقة السحب. لذلك يعني أولا الآن طريقة الدخول إلى الموقع يعني سهلة جدا كما في السابق، لكن تحتاج إلى الدخول عبر متصفح جوجل كروم، لأن الموقع بالروسي ولم يعد يدعم اللغة الإنجليزية. لذلك تحتاج إلى متصفح جوجل كروم لكي يقوم بترجمة الصفحة. بعد يعني الدخول عبر متصفح جوجل كروم، تقوم فقط بالنقر على هذا الزر. بعد النقر على الزر ستنبثق لك صفحة أخرى، يعني لإدخال البريد الإلكتروني وكلمة سر للدخول إلى حسابك كما نلاحظ هنا. قوم يعني هنا بإدخال البريد الإلكتروني. وكلمة سر، ثم نقوم بوضع يعني كود الكابتشا هنا، يعني بوضع علامة هنا. ستنبثق لنا صفحة فيها الكابتشا، نقوم باختيار ما يطلب منا كما نلاحظ هنا، ضعوا علامة على 3 خانات، ثم نقوم بالنقر على فالي. بعدها نقوم بالنقر على بروسيس يعني الزر الأخضر. كما تلاحظون هنا يعني سنلاحظ يعني الموقع كما هو في السابق، يعني الصفحة الرئيسية الدخول كما سابق. كما نلاحظ هنا الرصيد الذي سحبته من الموقع وهو 51,830.28 روبل، يعني بالروبل. سنقوم بتحويل الروبل نحو الدولار لنرى كم سحبنا بعملات الدولار. نقوم بالدخول إلى التطبيقات. كما نلاحظ سحبنا أكثر من 894 دولار، يعني الموقع رائع. نعود الآن لاستكمال الشرح. يعني لا زال الموقع يشتغل كما العادة فيما يخص جمع الكميات التي قام بتعدينها. نقوم بالنقر على زر يعني لإرسال الكمية التي تم الحصول عليها نحو منصة البيع. أولا نقوم بالنقر على هذا الزر يعني لتحويل الكمية نحو منصة البيع. نقوم الآن كما تلاحظون تم تحويل الكمية إلى منصة البيع. ثم نقوم الآن بالنقر على منصة البيع لإرسال الكمية نحو زر السحب وزر الشراء. بعد النقر على الزر نقوم يعني زر الإرسال، نقوم مجددا بالنقر على هذا الزر، يعني سيتم تحويل الرصيد إلى منصة السحب والشراء. كما تلاحظون تمت العملية من هنا، تم تحويل الرصيد نحو منصة البيع والشراء. الآن سنقوم بالنقر على زر السحب. كما تلاحظون هنا هذه هي منصة السحب خلال الموقع، وقد يعني الموقع بدأ بالاشتغال هذا الأسبوع وتم سحب يعني 29,900 روبل، أي حوالي 50 دولار. كما تلاحظون التاريخ، يعني التحديث الذي قام به الموقع هو من خلال السحب، يعني منصة السحب كما نلاحظ هنا. والموقع لا زال يعتمد على النقاط للسحب، لذلك تحتاج يعني إلى دعوة الأصدقاء أو الاستثمار. وهذا ما يعني هذه النقطة هي نقطة الأمان بالنسبة للموقع. لذلك يعني للحصول على النقاط تحتاج الاستثمار أو دعوة الأصدقاء. لدعوة الأصدقاء هناك العديد من المواقع، مواقع تبادل الزيارات وغيرها. تقوم بأخذ رابط الريفرال الخاص بك، يعني ثم تقوم هذا هنا يمكنك الحصول على رابط الريفرال، دعه في تلك المواقع لكي تستطيع الحصول على ريفرال. بعد الحصول على ريفرال يعني ستستطيع الحصول كذلك على النقاط، وتمكنك هذه النقاط من السحب خلال هذا الموقع. بالنسبة لنا شخصيا أنا رغم أنني أسحب من الموقع أكثر من 50 دولار كل أسبوع، إلا أنني لدي أكثر من 2000 دولار من الموقع لا أستطيع سحبها بواسطة هذه النقاط. ورغم ذلك فالموقع يعتبر بالنسبة إلي موقع جيد، أنه يدفع يعني بكل مصداقية ودون الحاجة إلى الانتظار. بالنسبة للسحب تقوم يعني فقط بالذهاب هنا كما نلاحظ هذه المنصة. هنا تقوم بالنقر وتختار البنك الذي تريد السحب إليه. هناك بنك يانديكس، بنك كيوي، وموني باير. أنا شخصيا أتعامل مع بنك باير، لذلك سأقوم بهذا باير. أذهب إلى الآن لأريكم يعني بنك باير. لدينا 53 دولار
أي حوالي 3135 روبل لتكون مستقية. سنقوم الآن بالسحب، نعود للموقع، هنا سنضع رمز محفظتنا الخاص بباير، ندخل باير، نقوم بنسخ رمز محفظتنا كوبي ثم نضعها هنا. الخانة الثانية هنا ستضع يعني أقل مبلغ من السحب هو 5000 بيس دور، يعني النقاط، لذلك سنقوم بنسخ النقاط التي لدينا ونضعها في هذه الخانة كما سنقوم بها. هذه النقاط التي لدينا تمكننا من سحب 327 روبل، أي حوالي أكثر من 7 دولار. نقوم الآن بالسحب عن طريق النقر على هذا الزر، كما تلاحظون تمت العملية بنجاح، يعني الموقع سريع في ما يخص السحب. كما نلاحظ هنا تمت العملية، عملية السحب وأضيفت لسحوبتنا السابقة. نعود لبنك باير، نقوم بعمل رفرش للصفحة أو النقر على هذا الزر، ننتظر يعني. كما تلاحظون ازداد الرصيد من 53 إلى 59، يعني قمنا بسحب حوالي 8 روبل، كما تلاحظون يعني الموقع لا زال يشتغل بكل مصداقية لك ودون الحاجة إلى الانتظار. كل ما عليك فعله هو الاستثمار مبلغ صغير ودعوة بعض الأصدقاء وستحصل على أرباح إن شاء الله. رابط الموقع ستجدونه أسفل الفيديو.